Composition du deuxième trimestre. Le texte. Le titre du texte, l'anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Papa va au supermarché. Il achète 4 bougies rouges et un petit ordinateur. Maman prépare une tarte aux pommes et du jus. Le soir, les amis arrivent, ils apportent des cadeaux et des fleurs. Fatima souffle les bougies. Elle est très contente. وعيد قراءة النص. عنوان النص بالطبع l'anniversaire أو عيد الميلاد. Aujourd'hui, اليوم, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. هو عيد ميلاد أختي الصغيرة. Papa, Abi, va au supermarché. دابا إلى السوق. Il achète, اشترى 4 bougies rouges, 4 شموع حمراء, et un petit ordinateur, وجهاز كمبيوتر صغير. Maman prépare une tarte, aux pommes, يعني أمي حضرت تارت أو فطيرة من التفاح و دو جي وعصير. لو سوار في المساء لي زامي أريف الأصدقاء أتوا أو جاءوا. إلز أبورت دي كادو إي دي فلور. إلز أبورت أو يحملون دي كادو إي دي فلور هدايا وزهور. فاطمة سوف لي بوجي يعني فاطمة أطفأت الشموع. سوف لي بوجي أطفأت الشموع. Elle est très contente ou إنها هي سعيدة جدا. Question. إذن مع الأسئلة les questions. Compréhension du texte أو فهم النص. 1. Répond par oui, non. أجب ب نعم أو لا. لدينا ثلاث جمل. C'est l'anniversaire de papa. إذا كانت الإجابة صحيحة أضع oui وإذا كانت خاطئة أضع Non. يعني نعم أو لا. C'est l'anniversaire de papa. عيد هو إنه عيد ميلاد أبي. C'est l'anniversaire de maman. إنه عيد ميلاد أمي. C'est l'anniversaire de ma sœur. إنه عيد ميلاد أختي. Deuxième, relie par une flèche pour former des phrases. يعني أقوم بالربط بين هذين الطرفين لكي أتحصل على جمل. طبع جمل صحيحة. لدينا les amis. La mère, le père achètent des bougies, apportent des cadeaux et des fleurs, préparent une tarte aux pommes. بالطبع فيما يتعلق بالسؤال الأول والثاني نستخرج الإجابة من النص لأنها متعلقة بفهم النص. التمرين الثالث. Troisième exercice. Souligne le sujet et entoure le verbe. يعني أقوم بتسطير لو سوجي وإحاطة لو فيرب بدائرة. لدينا الجملة مامون بريبار اون تارت. مامون بريبار اون تارت. إذن أقوم كما قلت بتسطير لو سوجي أي وضع سطر تحت لو سوجي وإحاطة الفعل لو فيرب بدائرة. كاتريام إكزارسيس كومبليت. ياسين انفيت تو les amis. ياسين invite تو les amis. إذن هذه الجملة عبارة عن نموذج. إذن لدينا الفعل invite بالطبع er premier groupe. إذن مع ne فراغ تو les amis. les élèves فراغ تو les amis. إذن أقوم بتصريف الفعل invite مع ne ومع les élèves. التمرين الخامس complete les mots avec F بالطبع هنا F حرف كما هو معروف F عادية و PH أيضا تنطق F في بعض الكلمات. إذن لدينا الكلمة الأولى إليفون فاكتور فارماسي جيراف. إذن أقوم باختيار الصيغة المناسبة F أو PH
وأضعها في الفراغ المناسب لكي تعطينا الكلمة الصحيحة وتعطينا كلمة صحيحة. أعيد: إليفون، فاكتور، فارماسي، جيراف. التمرين السادس: مي ليمو سويفون فيمينا، يعني نقوم بتحويل الكلمات التالية إلى فيمينا. بالطبع هذه الكلمات ديليسيو، أغريسيف، سي دي زادجيكتيف، في عبارة عن صفات مذكرة أو في المذكر، أقوم بتحويلها إلى المؤنث أو فيمينا. لدينا ديليسيو و أغريسيف. برودكسيون إكريت: complète le texte en tidant du mot suivant. إذن أقوم بتكملة النص، هذا هو النص، بالكلمات التالية. لدينا délicieux، heureux، عيد الأضحى، neuf. النص بالطبع هو si la apostrophe فراغ، papa achète des habits فراغ، maman prépare des gâteaux فراغ، nous sommes فراغ. délicieux كما قلنا، heureux، عيد الأضحى، neuf. بالطبع هنا délicieux يعني لذيذ، heureux سعيد، عيد الأضحى أو عيد الأضحى كما هو مكتوب، neuf أي جديدة. bonne chance. إذا نبدأ في الإجابة مع أسئلة فهم النص، compréhension du texte. exercice numéro 1: réponds par oui ou non، يعني أجب بنعم أو لا. الجملة الأولى: si l'anniversaire de papa، si l'anniversaire de papa. إذا نقوم باستخراج الإجابة من النص كالعادة. aujourd'hui si l'anniversaire de ma petite sœur. إذن اليوم، aujourd'hui، c'est l'anniversaire de ma petite sœur، أو عيد ميلاد أختي الصغيرة. إذن c'est l'anniversaire de ma petite sœur. إذن الجملة الأولى خاطئة، أو نقول c'est l'anniversaire de papa، non أو لا. إذن نكتب non. جملة ثانية: سي لانيفرسير دو مامون، بالطبع لا. الجملة الثانية أيضا نو. سي لانيفرسير دو ما سور، وي بالطبع هو عيد ميلاد أختي كما وجدنا هنا في النص، ما بوتيت سور. تمرين الثاني، دوزيام اكزارسيس، رولي بار اون فلاش بور فورمي دي فراز، يعني اقوم بالربط بين هذين الطرفين لكي اكون جمل. بالطبع جمل تكون صحيحة حسب النص، حسب ما موجود في النص. لي زامي اشيت دي بوجي، ابورت دي كادو اي دي فلور، بريبار اون تارت او بوم. اذا نبحث عن ليزامي في النص، دونك ليزامي اللي تيسي، ليزامي اريف، دونك ليزامي اريف، وصلوا او جاءوا. ils apportent des cadeaux et des fleurs، دونك apportent des cadeaux et des fleurs، دونك ليزامي apportent des cadeaux et des fleurs. il بالطبع هنا تعوض لي زامي، لي زامي ضمير عوضناه بالضمير il، لأننا بدأنا جملة جديدة. il apporte، إذن il تعود على لي زامي. apporte des cadeaux et des fleurs، donc لي زامي apporte des cadeaux et des fleurs. إذن أقوم بربط الطرفين لكي أتحصل على الجملة الصحيحة كما في النص. La mère، la mère، إذن بقي لدينا achète des bougies،
أو prepare une tarte aux pommes. إذن نبحث في النص كذلك. ma mère. إذن لدينا هنا بابا وهنا maman. maman أو الأم la mère prepare une tarte aux pommes. إذن maman prepare une tarte aux pommes. إذن prepare une tarte aux pommes. نرجع إلى الأسئلة. إذن la mère prepare une tarte aux pommes. نقوم إذن بالربط بين هذين الطرفين. يبقى الطرف الأخير le père achète des bougies. كي نتأكد من الإجابة. إذن بابا هنا. إذن le père va au supermarché, il achète 4 bougies, إذن achète 4 bougies, أي les bougies. إذن بابا achète des bougies. بالطبع هنا il نفس الشيء كما في مع les amis. il عوضت هنا الاسم بابا أو le sujet بابا. إذن عوضا ب le pronom personnel il. il achète أو بابا achète أو le père achète 4 bougies أو 10 bougies. نرجع إذن إلى الأسئلة ونقوم بربط الطرفين هكذا. le père achète 10 bougies. كما نلاحظ هنا في هذه الجمل نستطيع الإجابة عنها بدون الرجوع إلى النص. أولا هنا ليزامي أو الأصدقاء كما نلاحظ هي في الجمع مع المحدد لي بالطبع أمي ما ينتهي بأس في آخر الكلمة ليزامي إذن في الجمع. والطرف الثاني أشيت لو فيرب أشيتي من المجموعة الأولى كما قلنا. apporte ايضا من المجموعه الاولى apporti er. prépare ايضا من المجموعه الاولى préparé. اذا هنا في الجمع لما نعوض les amis ب il avec s apporte لانها في الجمع كما قلنا مع il avec s و l avec s يكون الفعل او ينتهي الفعل ب ent. اذا les amis apportent دي كادو اي دي فلور. إذن نقوم بربط ليزامي مع الفعل أبورت لأنه يناسب بالطبع لو سوجي الذي هو في الجمع أو نستطيع تعويضه بالضمير الشخصي لو برونو بيرسونال إيل أفيك إس كما في النص. لا مير بريبار أون تارت أو بوم. بالطبع هنا الأم هي التي تقوم بتحضير الفطيرة بالتفاح يعني عملها ولكن هنا يعتمد على فهم بالطبع الكلمات. le père achète des bougies يعني هنا الأب هو الذي اشترى أو يشتري من السوق دي بوجي أو الشموع. بالطبع كما قلنا الجملتين الأخيرتين la mère et le père يعتمد على فهم الكلمات وفهم بالطبع معنى هذه الكلمات. إذا ننتقل إلى التمرين الثالث. سوليني لو سوجي إي أونتور لو فيرب. إذا أقوم بالتسطير تحت لو سوجي و أونتور لو فيرب أو أحيط الفعل بدائرة. إذا لدينا الجملة مامون بريبار أون تارت. إذا مامون بريبار أون تارت. لدينا لو سوجي سي مامون. إذا نسطر تحته هكذا مامو سي لو سوجي كما قلنا. بريبار سي لو فيرب. إذا بريبار سي لو فيرب أقوم بإحاطته بدائرة. بريبار سي لو فيرب. بالطبع بعد لو سوجي في أول الكلمة وبعد لو سوجي أو الاسم يأتي دائما الفعل. هنا prépare
أو بريباري من المجموعة الأولى ينتهي ب إ إر مع إل، لأننا نستطيع تعويض مامون ب إل لأنها مؤنث بالطبع، مامون لا مير نستطيع تعويضها ب إل، إل بريبار أون تارت. إذن لو سوجي مامون إي لو فيرب بريبار. بالطبع في النموذج الأول، في حد النموذج الأول شرحنا لو جروب نومينال سوجي بالتفصيل، تستطيع العودة إلى الفيديو ومشاهدة ما معنى جروب نومينال سوجي. كاتريام اكزرسيس كومبليت أو أكمل، ياسين انفيت تو ليزامي أو ياسين دعا جميع الأصدقاء. دونك ياسين انفيت، لدينا الفعل انفيت أو انفيتي ER بالطبع ينتهي ب ER من المجموعة الأولى. أو بريزون يعني كونجيغ أو بريزون يعني مصرف في الحاضر. ياسين انفيت تو ليزامي، إذا مع نو فراغ تو ليزامي، إذا مع نو نقوم بتصريف الفعل انفيتي مع الضمير الشخصي نو تصبح نو زانفيتون، إذا نو زانفيتون كما قلنا مع نو تنتهي أو نهاية الفعل تكون ONS في آخر الفعل ONS. الجملة الثالثة لزيلاف فراغ تو ليزامي، إذن نقوم بنفس الشيء تصريف الفعل انفيتي مع لزيلاف. نستطيع تعويض لزيلاف أو لسوجي لزيلاف ب إل، إل أفيك أس بالطبع لأنها في الجمع كما نلاحظ، لي محدد في الجمع، لزيلاف تنتهي ب اس على فان دو مو، إذن لزيلاف في الجمع نستعمل معها إل أفيك اس. دونك il invite لأننا كما قلنا مع il avec s ينتهي الفعل ب ent. donc les élèves invite، إذن invite au ent à la fin du verbe. نقوم إذن بتصريف الفعل invite هو من المجموعة الأولى. au présent مع جميع الضمائر أو لي برونو بيرسونال، إذن مع جو جانفيت، مع جو أو تو انفيت أوسي، تو انفيت ولكن في النهاية أو في آخر الفعل أو إس. إل أو إل انفيت نفس الشيء، إل انفيت أو نفس النطق كما قلنا و أو في آخر الفعل مع الضمير الشخصي نو، nous invitons كما هنا في المثال أو في الجملة الثانية، nous invitons ONS، إذن مع نو لدينا ONS في آخر الفعل. مع ذو انفيتي بالطبع EZ à la fin du verbe. وأخيرا مع il و elle invite ENT في آخر الفعل. كما قلنا ونعيد، يجب حفظ أواخر الفعل مع كل ضمير، إذن مع ضمير جو لدينا أ، مع تي أ أس، مع أل أ، ومع نو لدينا ونس، ومع ذو لدينا أ زاد، ومع إل وآل بالطبع في الجمع لدينا أ أن تي. بالنسبة للنطق كما قلنا تتشابه جميعها ما عدا نو زانفيتون و ذو زانفيتي بالطبع او زاد اي و ونس اون. بقية ضمائر نفس النطق، جانفيت تو انفيت ال ال انفيت ال ال افيك اس زانفيت. بالطبع تطرقنا الى هذا الموضوع في الفيديو السابق النموذج الاول، وكذلك في شرح دروس القراءة وحل كراس الأنشطة وحل تمارين كراس الأنشطة. سوف أترك لكم الرابط في آخر الفيديو أو في صندوق الوصف. التمرين الخامس complete les mots avec F F. إذن لدينا الكلمة الأولى ils font، بالطبع نستعمل معها PH ils font. facteur F عادية، facteur
فارماسي نستعمل الصيغة PH. فارماسي. جيراف نستعمل F العادية. إذن جيراف. بالطبع هنا لا توجد قاعدة ثابتة كيف متى نستعمل F العادية F كحرف أو PH التي تنطق F، ولكن يجب التعود أو يجب حفظ والتعود على هذه الكلمات التي تكتب PH وتنطق F. سيزيام إكزارسيس مي لي مو سويفون فيمينا، يعني قم بتحويل الكلمات التالية إلى المؤنث. لدينا بالطبع كلمتين ديليسيو أغريسيف. إذن هذين الكلمتين عبارة عن صفتين ديليسيو لذيذ، أغريسيف عدواني. إذن نقوم بتحويل الصفة الأولى ديليسيو إلى المؤنث. بالطبع هذه صفة في المذكر، نحولها إلى المؤنث تصبح ديليسيوز. إذن ديليسيو تصبح ديليسيوز، ديليسيوز. أغريسيف تصبح في المؤنث بالطبع أغريسيف، أغريسيف. إذن كما نلاحظ في الصفة الأولى ديليسيو في المذكر بالطبع تنتهي ب E U X، E U X كما نلاحظ هنا في الإطار E U X في المذكر. عندما نحولها إلى المؤنث تنتهي ب أز، E U S E، وتقرأ بالطبع تنطق أز. إذن ديليسيو، ديليسيوز، أو ببساطة تحويل X إلى S E، E I بالطبع لا تتغير E U، ولكن عموما الصفات التي تنتهي ب E U X نقوم بتحويلها إلى E U S E أو أز. لدينا الصفة الثانية أغريسيف تتحول إلى أغريسيف، أغريسيف. إذن الصفة في المذكر تنتهي ب إف، إي إف، إف، وفي المؤنث تنتهي ب إيف أو إي في أ. إذن قمنا بتحويل إف إلى إيف، أو ببساطة كما قلنا أيضا تحويل F إلى V E، ولكن عموما عندما تنتهي الصفة ب if نحولها إلى if. سوف نرى بعض الحالات أيضا. إذن سوف أذكر لكم هنا بعض القواعد الخاصة بتحويل الصفة من المذكر إلى المؤنث. أقول بعض القواعد وليس كلها بالطبع. إذن الصفة لما تكون في المذكر ماسكولا ونحولها إلى المؤنث فيمينا، ونحولها إلى المؤنث فيمينا. إذن كقاعدة أولى وقاعدة عامة، كقاعدة عامة عند تحويل الصفة من المذكر إلى المؤنث نضيف أ في آخر الصفة المذكرة فلا تحصل على صفة مؤنثة. إذن كقاعدة عامة كما قلنا on ajoute e، on ajoute e à la fin de l'adjectif، بالطبع l'adjectif masculin. مثال، لدينا مثلا الصفة content، content أو سعيد هي صفة adjectif masculin. إذن عندما نحولها إلى صفة مؤنثة نقوم بإضافة e إلى آخر الصفة المذكرة فتصبح بالطبع لدينا content، content كما نلاحظ E بالأخضر، E بالأخضر أصبحت لدينا إذن الصفة مؤنثة content. مثال آخر vert تصبح vert، إذن أضفنا E vert masculin، vert فيمينا، أضفنا E إلى آخر الصفة المذكرة وهكذا. ولكن هذه تعتبر قاعدة عامة كما قلت. بالطبع لدينا صفات كثيرة من هذا النوع، بعضها قرأناها مثلا grand، grande، leur، leurde،
وصفات كثيرة تجدونها في كتاب، في شرح كتاب القراءة وحل تمارين كتاب الأنشطة، أغلبية الصفات من هذا النوع. إذن كما قلنا هذه عبارة عن قاعدة عامة. القاعدة الثانية تتعلق بالصفات التي تكون صفات بالطبع المذكرة التي تنتهي ب E-E-X، بالطبع الصفات التي تنتهي ب E-E-X في المؤنث E-E-X في المؤنث تصبح أز E-E-S-E تصبح أز. بالطبع لاحظنا هذا في التمرين هنا، كما لاحظنا هنا في التمرين لدينا ديليسيو قلنا تنتهي ب او اي اكس في الفيمينا تتحول الى اوز او اي اس او، وقلنا ببساطه نستبدل اكس ب اس هذا النوع من الصفات الذي ينتهي ب او في المذكر في المؤنث يصبح اوز. لدينا مثال اورو، اورو يعني سعيد، اورو اذا heureux تصبح heureuse. القاعدة الثالثة هي المتعلقة بالصفات التي تنتهي ب if، if بالطبع في المؤنث تصبح if، if كما لاحظنا ذلك أيضا في التمرين الخامس أو السادس على ما أعتقد. في التمرين السادس لدينا aggressif، aggressif تنتهي ب if في المؤنث عند تحويلها إلى المؤنث تصبح إيف أغريسيف. إذن أغريسيف كما نلاحظ هنا تحولت إيف إلى إيف، أو ببساطة نحول إف إلى في أو. إذن هذه القاعدة الثالثة كما قلنا، عفوا، إذن القاعدة الثالثة إيف كما قلنا تتحول إلى إيف، if الصفة التي تنتهي ب if تتحول أو في المؤنث تصبح if. مثلا لدينا sportif، sportif أو رياضي في المؤنث بالطبع يتحول أو يصبح، تصبح الصفة sport sportif. إذن sportif هكذا. إذن قرأنا أيضا بعض الحالات الخاصة. عندما نقول حالات خاصة أي لا توجد قاعدة، هنا لا توجد قاعدة. مثلا لدينا بو كما رأينا في كتاب القراءة، بو تصبح، بو تصبح بال كما نلاحظ، بو في المذكر بال في المؤنث. هنا بالطبع لا توجد قاعدة. لماذا؟ مثلا مع الصفة الثانية بلون كما نلاحظ، بلون أو أبيض تصبح بلانش، بلانش إذن لا توجد قاعدة ثابتة، عفوا لا توجد قاعدة ثابتة، لهذا نسميها حالات خاصة أو دي كا بارتيكولي، دي كا بارتيكولي. إذن لدينا الحالة الخامسة حيث لا يكون هناك تغير في الصفة، أي الصفة لا تتغير بالطبع. إذا كانت الصفة في المذكر تنتهي ب أ، إذن إذا كانت الصفة في المذكر تنتهي ب أ فهي لا تتغير، أي تبقى كما هي في المؤنث. كما نلاحظ في هذا المثال جون ينتهي ب أ، جون ينتهي ب أ بطبعة اللون الأصفر، جون ينتهي ب أ في المؤنث، عفوا في المؤنث أو تبقى نفسها جون. بالطبع لدينا أيضا روج تبقى نفسها روج، هذا فيما يتعلق بالألوان كما نلاحظ ذلك في النص. مثلا هنا aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite sœur petite، هذه بالطبع في الحالة الأولى. لدينا هنا un petit ordinateur، لدينا petit صفة مذكرة تنتهي ب T. إذن في نستعمل القاعدة العامة نضيف أ إلى آخر الصفة فتصبح بوتيت،
sœur. بالطبع هنا sœur مؤنثة اسم مؤنث تصبح petite. لدينا هنا أيضا quatre bougies rouges. rouge هذه بالطبع في الحالة الأخيرة rouge أحمر بالطبع هنا في الجمع حمراء rouge لا تتغير لأنها تنتهي ب e تبقى نفسها في المؤنث أو في المذكر تبقى نفسها e ولكن إذا كان في الجمع نضيف S وإذا كانت في المفرد أو سنجولي تبقى نفسها غوج بدون S بالطبع في المذكر أو المؤنث. لدينا أيضا كونتونت هنا بالطبع في هي صفة مؤنثة لأنها تنتهي بـ E والمذكر هو كونتون كما رأينا في المثال الأول في القاعدة العامة كونتون كونتونت L بالطبع هي إذا مؤنثة L Elle est très contente. Il est très content. إذن كما نلاحظ هنا هذه بعض الحالات التي تكون فيها الصفة أو التي تتحول فيها الصفة من المذكر إلى المؤنث وليست جميع الحالات لأنني كما قلت الحالات الأخرى لم تتطرق إليها بعد. هذه الحالات خاصة بالفصل الثاني. Production écrite complète le don des mots suivants. يعني أكمل النص هذا هو النص بمساعدة الكلمات التالية. لدينا الكلمات délicieux, heureux, عيد الأضحى, neuf. إذن délicieux لذيذ, heureux سعيد, عيد الأضحى بالطبع عيد الأضحى, neuf أو جديدة بالطبع هنا في الجمع. S à la fin de l'adjectif, c'est un adjectif bitaba. Heureux aussi, c'est un adjectif. Délicieux aussi, c'est un adjectif. Kama marra alayna huna, délicieux, c'est un adjectif. Idan annas mada yaqul, si l apostrophe, parav, papa achète des habits, yani abi ishtara tiyab ou malabis, parav, maman prépare des gâteaux, ummi haddarat halawiyat, parav. Nous sommes, نحن فراغ. إذن سي بالطبع هنا العيد الأضحى عيد الأضحى سي العيد الأضحى إنه عيد الأضحى إذن سي العيد الأضحى بابا أشيت دي زابي إذن أبي اشترى ملابس ماذا جديدة بالطبع نف دي زابي نف بابا أشيت des habits neufs كما نلاحظ هنا في الجمع neuf في الجمع لأن ما قبلها بالطبع صفة مع الموصوف لأن الموصوف أبي هنا في الجمع كذلك des habits في الجمع maman prépare des gâteaux maman prépare des gâteaux أي حضرت حلويات ماذا لذيذة délicieux كما سبق أن قلنا هنا في الصفة délicieux أو لذيذة بالطبع هنا Maman prépare des gâteaux délicieux. On a comme ملاحظة فقط délicieux في الجمع كما في المفرد المذكر تأتي لا تتغير délicieux سواء في الجمع أو في المذكر تبقى كما هي délicieux ولكن تتغير في المؤنث كما نلاحظ هنا délicieuse تتحول إلى délicieuse تتغير X تصبح S E ولكن في المذكر وفي الجمع تبقى كما هي. Nous sommes إذن heureux بالطبع nous sommes heureux أو نحن سعداء. نفس الشيء بالنسبة نفس الملاحظة ل heureux مع بالطبع هنا nous sommes في الجمع nous sommes heureux هنا أيضا لا تتغير في الجمع وتبقى نفسها كما في المذكر heureux في المفرد المذكر ولكن تتبدل أو تتغير في المفرد المؤنث تصبح heureuse. بالطبع لا ننسى نقطة في آخر كل جملة بالطبع.